واحدة من وخضرة علي الحداد، والحداد يصوب ورامي الجزاء، رامي الجزاء. يقول الحكم من داخل الدائرة، من داخل الستة متر، مدافع صيبيخات من داخل الستة متر، إذا رامي الجزاء. صوب كابس وسجل، صوب كابس وسجل. مساوي من أفضل حراس المرمى، من أفضل حراس المرمى بهذه البطولة الحقيقة هو والفضلي وحارسي مرمى فولاذ الإيراني وكيرما، كذلك الحارس السعيد مناف حارس النور السعودي أكرم، وفي فاول محمد فلاح، محمد فلاح عماد لحسين سوان. حلوة يا حسين، حلوة يا حسين، بدأ يعمل ثنائي حماد التونسي وحسين سوان الكويتي، ثنائي ناجح. وهدف ناحية اليمين الأخطر، ناحية اليمين الصليبي خان هي أخطر الجبهات، أخطر الجبهات. علي الحداد وفي فاول، بدأ يلعب صليبي خان رجل لرجل، الظهر رجل لرجل، واعتقد أن صليبي خان يجيد هذه الطريقة. هل ينجح القادسية باختراق وكسر هذه الطريقة؟ مهدي القلاف لناصر مخضرة لكارلوس، كارلوس يصوب وفي فاول، في إعاقة وفاول. 24 دقيقة أو 25 دقيقة الآن، رامية حرة للقادسية. كارلوس من هذه يسير وفي فاول، في فاول وقع اللاعب، والمدير جل الملابس والأرض أصبحت خطرة، ولذلك يجب أن تكون في المنطقة، في المنطقة. رجل لرجل، ترى مع نصير لكارلوس، وكارلوس يصوب إنما فوق، فوق عكسية صليبي خات. فيصل واصل، عماد يصوب، اوه اصطدمت كرة قوية بأحد لاعبي القادسية. سلامات، مين هو سلامات؟ اوه قوية قوية سلامات، لاعب عبد الله الحداد، اصطدمت تصويبة أيمن حماد القوية. سلامات، سلامات قوية، أتمنى يا رب تقوم بالسلامة، تقوم بالسلامة. شوف شوف يعني في لاعب على الارض طايح وفاول، رمي حره. شو كره قويه فعلا، عملت يعني ضربه قويه بوجه عبد الله الحداد. سلامات، اتمنى يوسف سيوان ظهر انه احتج على حاجه، وبالتالي كان الحكم غريب عن إيه، ما بعطى دقيقتين. لاعب مصاب يعالج، الجميع يبتعد حتى تستمر المباراه، حتى تستمر المباراه. يا رب يقوم بالسلامة إن شاء الله، يقوم بالسلامة يا عبد الله معافى إن شاء الله، وتكمل اللقاء مع زملائك. مباراة تحتاج إلى عبد الله الحداد، كرة قوية قوية من اللاعب أيمن الحماد، اصطدمت بوجه عبد الله الحداد. هذا عبد الله الحداد بصورة غريبة، حكم يطلب تغييره طبعا لإكمال علاجه، يعني حكم كرة اليد في البداية يسمح للمعالج أن ينزل الملعب، لكن إذا كان هناك وقت يحتاج إلى وقت أطول يخرج اللاعب لاستكمال العلاج. قام بالسلامه ان شاء الله، وتعود يا عبد الله الحداد معافى ان شاء الله. طبعا كره قويه قويه، اصطدمت عن قرب بوجه اللاعب عبد الله الحداد، خرج اللاعب عبد الله الحداد ويعود ان شاء الله، يعود بالسلامه. اذا رمي حره لصليبي خات، كرة مع صليبي خات. أشاهد أن الفريقين ناقصين لاعب، فريقين، إذن هناك دقيقتين لأحد لاعبي القادسية كذلك. حسين صيوان للحماد، وتمريرة خاطئة، تمريرة خاطئة لأيمن الحماد، ما كان صحي لأيمن شاري عباس،
وهجمة للقادسية، نزل صالح الجيماز، كارلوس يصوب، والحارس المساوي يصد، خبرة المساوي صاحي، وعكسية حسين، وحسين هدف، حسين هدف، صح صليبيخات، وكرة عكسية فاست بريك حسين سيوان. شوف من أيمن حماد اللي شاف حسين سيوان بذكاء مرر كرة بالمسطرة والقلم، وهدف لصليبيخات، هدفين لهان صليبيخات بعد ما كان 4 أهداف للقادسية، صار هدفين حداد، وهدف ودقيقتين. صحيح من الخلف، شاري عباس سحب اللاعب وعطى الحكم فرصة صوب وسجل. شوف اللعبة، في سحب من الخلف وهدف للقادسية. اذا صليبيخات راح يلعب ناقص 4 لاعبين الان، 2 إيقاف دقيقتين والقادسية لاعب واحد. كرة مع حسين صيوان، وحسين يصوب ويسجل، برافو. الجهة اليمنى لصليبيخات تعمل بخطورة، حلوة. حسين والحماد عاملين عمايلهم ناحية اليمين، دفاع القادسية. كارلوس وهدف، اخذ لعبة بين 2 محترفين مجري وتونس، واستطاع كارلوس ان يفوت الحماد ويسجل هدف. حلوة المباراة، حلوة نهاية يليق بالبطولة الآسيوية العاشرة. كرة مع حماد، والحماد يصوب، ودفاع القادسية ورمية جانبية. 27 دقيقة وهناك دقيقتين ونص. المباراة مباراة كبيرة، والدنيا مقلوبة داخل الصالة، والجماهير ضايعة، ناس تشجع القادسية وناس تشجع صليبيخات، أحمر وأصفر، واللي راح يشيل الكاس يا الأحمر يا الأصفر، الأعصاب مشدودة عن آخرها، وهي مباراة نهائية لازم تكون فيها الأعصاب مشدودة، لكن الهدوء والتركيز هو اللي راح يحدد. كرة معه محمد فلاح، حسين سيوان على الأرض، قام بالسلامة، اكتمل القادسية ونزل احد لاعبي صليبيخات. حماد بيصوب، يبي فرصة، حلوة تصويبة جميلة من سامح الهاجري، لكن يخطفها حمد الرشيدي وترجع للقادسية، صالح الجماز لكارلوس، وكارلوس يصوب والمساوي صد. حلوة يا المساوي. هي مباراة محترفين، جايين ثقال ومدفوع فيهم كثير، ويستحقون حقيقة، يستحقون المحترفين اللي جابهم القادسية وصليبيخات، يستحقون أن يعني يستفيد منهم القادسية وصليبيخات. اختيار موفق. سيوان للفلاح، حماد، وفي فاول، اخر دقيقة، من اللي راح يسجل؟ صليبيخات والقادسية، فلاح، محمد فلاح، حماد، وفي فاول، كثرة الرميات الحرة، فلاح يواصل، يصوب، هدف فيصل واصل، المتألق فيصل واصل، يعمل له واحدة جميلة تستقر بمرمى القادسية. شوف من فوق علي الحداد، أطول لاعب القادسية في هذا الوقت يطلب مدرب القادسية، عدنان بالحارث وقت المستقبل، هذا عدنان بالحارث مدرب القادسية، هذا يوسف الفضلي، حسب معلوماتي أن يوسف الفضلي مصاب، اعتقد انه مصاب حسب ما تشوف. هاي كرة فيصل واصل، تصويبته محمد الرشيدي، يلعب مباراة كبيرة ويتألق امام قوة ضاربة للاعب صليبيخات، كذلك المساوي.